هذا النشاط معتادين عليه في الجامعات، التطرق لأمور كمان أيضا مهمة بكل ما تحمل هذه الكلمة، ولا سيما في إطار الظروف التي نحن فيها، فيجب أن نعي المفاهيم، يجب أن نعي الثقافات، يجب أن نفكر كيف ننهض. كل هذه المسائل تلح علينا نحن كعرب ما دورنا الآن في هذا العالم. نظرا لأهمية الإعلام وأهمية التراث وانتشار العولمة وما تسببه للعالم من ذوبان للهوية الإنسانية والمجتمعية، وأيضا من غزو ثقافي بدأ يغزو العالم، من هنا مجموعة من الباحثين في مختلف الاختصاصات يشاركون في هذه الندوة المهمة، ونرجو أيضا أن نخرج منها بتوصيات نتابعها على كل الصعود إن شاء الله. شيء جميل أن نحتفظ بتراثنا على الأقل يعني في الكتب، لأنه كثير من التراث تقريبا في طور الانقراض. لذلك هذا المشروع رائع جدا وحضاري. حرفة الزخرف، الرسم والزخرفة على الزجاج حرفة قديمة من بداية صناعة الزجاج والفخار، يعني عهد الفينيقيين تقريبا. الفينيقيين لما اكتشفوا الزجاج بالصدفة على شاطئ البحر، بحر الأبيض المتوسط، وبلشوا يطوروا موضوع صناعة الزجاج. صنعة كتير كتير قديمة وما بقى قليل كتير لحتى الجيل هذا الحاضر انهم يتعلموا هيك صنعة، وبشتغل بالنحاس يعني، ولساتني عم اشتغل الشغلات اللي مطلوبة مني من ناحية النحاس. كانت رسالة الماجستير تبعي تتحدث عن مشروع تهويد التراث الفلسطيني، ازاي الشعب الفلسطيني نموذجان. طبعا التراث الشعب الفلسطيني هو هوية الشعب الفلسطيني والشعب العربي بشكل عام. درسنا سنتين، بهالسنتين تعرفنا من خلاله على التراث السوري وعلى أهميته بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للمحيط تبعنا، وكان موضوع رسالتي عن التراث الشعبي في جولان. عنوان رسالتي كان حلب بين الأصالة والمعاصرة، الأزياء الشعبية والنموذجة. تحدثت عن حلب بشكل عام جغرافيا وتاريخيا والتراث المادي واللامادي في مدينة حلب، ثم تطرقنا للتراث اللامادي اللي هو في أحد فروع الفنون الشعبية ومن الفنون الشعبية الأزياء الشعبية.